بكفي تكوني حافظة جدول الضرب، انتي لازم تكوني قد المسؤولية قدام. ايه شو يعني؟ شو هاد؟ ليك هي الشنطة تبعك مسدودة بالطريق وممكن اي حدا يسرقها، ممكن يفكروا انه فيها مواد خطيرة والعالم بدها فرصة لتساوي هيك قصص. بعد هيك لو سمحت. شو القصة؟ حاسستها أتقل من قبل، تقلاني كتير. قلي لي ليش كل هالحركات هي؟ خلص أنا رح شيلها، ما في داعي للتمثيل، أعطيني إياها لشوف. أنا بدي أقول لك هلا ثلاث شغلات، وبدي إياك تسمعني وتفهمني كتير منيح. أول فكرة، أنا ماني ناطرة من حضرتك تساعدني وماني عم بعمل أي حركات. أنا بقدر أحمل شنتايتي لحالي، والصبح شلتها من البيت لهون. عن جد؟ إيه، أنت بدك تساعدني لحتى تطلب مني مصاري. والشغلة التانية هي كمان كتير مهمة، أنت لازم بالبيت تضل رايق وما توتر الأجواء مشان ستي وبقية العيلة، لأنك هونيك على طول عم تضل معصب، لهيك اهدى. استني، هدول شغلتين بس، شو التالتة؟ الشغلة التالتة بخبرك ياها بعدين. كيفك استاذ زيندال؟ اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ انا منيح، انت كيف؟ ماشي الحال شكرا. ايه تمام. استاذ زيندال، انت ما في داعي نفتشك مثل باقي الناس، اكيد ما راح يكون معك شيء. لا لا لا، ما بصير هالحكي هاد، خذ فتش الشنطه. شو؟ تفضل حضرتك، لو سمحت تعال فتش وتاكد. ما بصير ما تفتشها، شو هالحكي؟ طيب هاد؟ طيب ماشي الحال، أنا رح أفتش إذا كنتي مصرة، بس نحن أكيد منوثق فيكم كتير لأنه حضرتك مع السيد زيندال. إيه أكيد، بعدين كل الناس خير وبركة، بس أنت لأنك بتعرفه عم تحكي هيك، صح؟ لا تكون زعلت من الشي اللي حكيته هلأ، أنت لازم تتقبل المزح أكتر من هيك. عن جد؟ إيه لكن بعدين اسمع لقلك. تخيل لو منضل جديين، قديش كانت الحياة بشعة وما بتنطق، لهيك لازم تتقبل المزح. شو صار من مزحة واحدة بدك تقلب خلقتك؟ حضرة الشرطي شو رأيك؟ حضرة الشرطي، اللي خلص التفتيش؟ ايه سيد جندال، صار فيك تتفضل. مشكور، حقك علينا، نطرناك على الفاضي، لا تواخذنا. لا شو هالحكي، يعطيك العافية. حضرتك تارك عيلتك بيوم العيد وعم تشتغل هون وتعب حالك مشان تحمينا، حتى لو في ناس ما قدرت هذا الشيء بيضل فضلكم كبير. قدان يلا صار فينا نمشي هلا. يسلم. ليكي قدان، ماما ناطرتك هنيك جوا، روحي وانا بالحايك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.